السلام عليكم معكم لوزان رضوان رئيس جمعيه عزيز الدرعي التنميه المستدامه والكاتب العام للفيدراليه الوطنيه لجمعيه الاباء واولياء التلاميذ بالمغرب فرع اسفي نريد ان نوجه واحد النداء للساكنه الاسفيه بخصوص وباء كورونا الله يرحم الوالدين لما التزموا بيوتكم والتزموا بالحجر الصحي لانه في صالحنا كاملين في صالح الصغير والكبير وفي صالح الجميع من هذا كان بنقول لكم بان حنا راك ما المستشفيات اللي كتستعب هاد مثلا الا مرض شي الناس مرضوا بزاف وكثار بحال الدول الاوروبيه اللي كما كم كتشوفوا بانها بحال ايطاليا واسبانيا وامريكا بانهم ما عندهم احدث الاجهزه وكل شيء ولكن كيموت عندهم بنادم وحنا الحمد لله حسب التعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله اللي قام بمجهودات كثيرة اللي هي من بينها بأن المغرب الحمد لله باقي في نسب قليلة ديال الوفيات ولا نسب قليلة ديال الحالات اللي, كتص... اللي تصابوا في المغرب وكان نقولوا بأن إلا حافظنا على الحجر الصحي حافظنا عليه محافظة قوية راه غادي كاملين بخير وعلى خير بدون استثناء وما غنحتاجوش لمدة لل... كبيرة باش نخرجوا منه لانه اهم ميزه ديال هذا الوباء هو تحافظ على الحجر الصحي وتمتاتل التعليمات اللي كي اللي كتعطي وزاره الداخليه من بينها بانك تجلس في بيتك مع السته وما يخرج بنادم الا للضروره القصوى الا كان واحد من العائله راه يخرج للتبضع الا لا كان شي واحد اللي مريض ولا كان جار كيمشي للتطبيب ولا كيمشي لشي بلاصه اللي اللي مهمه اللي ضرورية ومن هذا المنبر كان بنوجه الشكر الجزيل لصاحب الجلاله نصر الله وايده ولجميع السلطات بما فيها عماله اسفي بما فيها السلطات رجال الامن رجال الدرك الملكي القوات المساعده البشوات القياد قوات المسلحه الملكيه ولا ننسى كذلك عمال النظافه اللي كيقوموا يوميا بالعمل ديالهم الكبير من اجل نظافه احيائنا ومن اجل تعقيمها وهاد الناس جنود الخفاء لهم دور كبير في المحنة التي كنشكرهم بزاف وكذلك لا ننسى الشكر الجزيل والكبير لرجال ونساء التعليم اللي كيقوموا بالتدريس عن بعد وكيوصلوا التلامد عبر يا آه اما وسائل التواصل الاجتماعي او لا الواتساب اللي كيدرسوا, كيدرسوا فيه التلاميذ عن بعد وكنبغي نشكر بزاف المديريه الاقليميه ديال اسفي اللي هي تبارك الله بقياده السي محمد زمار اللي آه وصلوا واحد كبيره ديال التسجيلات على مستوى الاقليم ولجنه اليقظه اللي كاينه معاها وكذلك كان نشكروا آه الاطباء والممرضين ولجنه اليقظه بمدينه اسفي لان هذا آه الحجر الصحي ابان عن جنود خفاء اللي ما كانوش ما ظاهرين الا دابا ظهروا في, في وقت المحنه ونريد نوجه الشكر الجزيل لجميع المحسنين اللي تعاونوا مع الجمعيه من اجل تقديم المساعدات للاسر المعوزه ونريد أن نقول لهم غير واصلوا العمل ديالكم الله سبحانه وتعالى هو اللي غيجازي الجميع وكان نوجه كذلك نداء اخير هو التزموا بيوتكم التزموا بيوتكم وتحيه لكم وتحيه لمملكتنا المغربيه الحبيبه وتحت شعار الله الوطن الملك ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه